ازيكم يا اصحابي، النهاردة هنشرح مع بعض درس جديد بعنوان حروف المد. ايه هي يا ترى حروف المد دي؟ حد فيكم عارفها؟ انا شايف واحد شاطر منكم يا اصحابي رافع ايديه بعيد هناك وبيقولي بصوت عالي ايوه انا عارفها. حروف المد هي الالف والواو والياء لما بتكون في نص الكلمة. شاطر، برافو عليك، انت شاطر خالص. طب تعالوا مع بعض يا اصحابي نعرف يعني ايه حروف المد. تعالوا معايا، دي سورة ايه يا اصحابي؟ شطار، دي سورة حمار. طبعا هنا احنا شايفين في السورة دي حرف الالف وجاي قبليه حرف عليه فتحة اللي هو حرف الميم، يبقى هنا يا اصحابي نقدر نقول على طول وبكل ثقة إن حرف الألف في كلمة حمار هو حرف مد. خدوا بالكم احنا بننطقها ازاي، حمار حمار، يعني المد هو إن أنا أطول شوية في نطق الحرف. طب أنا طولت في نطق الحرف ليه يا أصحابي؟ عشان الحرف اللي قبله كان عليه فتحة، يعني أنا طولت في نطق حرف الألف لأن حرف الميم اللي قبله عليه فتحة. طب تعالوا نشوف سورة كمان، دي سورة ايه يا اصحابي؟ شطار، غراب. هنا حرف الالف جاي قبليه حرف الراء وحرف الراء عليه فتحة، فانا بنطق الكلمة وبقولها غراب غراب. طبعا احنا مدينا في حرف الالف عشان زي ما احنا عرفنا ان الحرف اللي قبل الالف عليه فتحة، فده بيخليني أمد شوية في نطق حرف الألف، وعشان كده حرف الألف في كلمة غراب هو من حروف المد. طب تعالوا نتعرف على حرف الواو، دي سورة إيه يا أصحابي؟ طبعا كلكم عارفين إن دي سورة خروف. شطار يا أصحابي، فين حرف الواو؟ حرف الواو بعد حرف الراء. طب خدتوا بالكم يا اصحابي ان حرف الراء عليه ضمة، عشان كده بنقول خروف خروف. هنا انا مديت شوية في نطق حرف الواو لان الحرف اللي قبله عليه ضمة، عشان كده اقدر اقول ان حرف الواو في كلمة خروف هو حرف من حروف المد. نشوف كلمة كمان، دي سورة ايه؟ طبعا كلكم عارفين ان دي سورة كتكوت. هنا حرف الواو جاي بعد حرف الكاف، وزي ما انتوا شايفين يا اصحابي ان حرف الكاف عليها ضمة، عشان كده بمد شوية في نطقي لحرف الواو وبقول كتكوت كتكوت، وده هو الحرف التاني من حروف المد اللي هو حرف الواو. طب تعالوا نتعرف على اخر حرف من حروف المد، يا ترى دي سورة ايه يا اصحابي؟ طبعا دي سورة فيل. هنا حرف الياء يا أصحابي جاي بعد حرف الفاء، وزي ما انتوا شايفين ان حرف الفاء في تحتيه كسرة، فعشان كده بمد شوية في نطق الحرف الياء فبقول فيل فيل. هنا حرف الياء هو حرف من حروف المد. طب والسورة دي يا أصحابي سورة ايه؟ طبعا ديك. هنا حرف الياء جه قبليه حرف الدال وحرف الدال تحتيه كسرة، فعشان كده بمد شوية في نطق الحرف الياء وبقول ديك ديك. طبعا هنا حرف الياء يبقى حرف من حروف المد. يعني احنا كده عرفنا يا أصحابي إن حرف الألف يعتبر حرف من حروف المد لما يجي قبله حرف عليه فتحة، وحرف الواو يعتبر حرف من حروف المد لما يجي قبليه حرف عليه ضمة، وحرف الياء يعتبر حرف من حروف المد لما يجي قبليه حرف تحتيه كسرة. طب تعالوا كده مع بعض نشوف التدريب الجميل ده، وضح نوع المد في كل كلمة. عندي 3 صور، كل صورة من دول ليها اسم. عندي عصفور وحصان وريشة، يا ترى ايه نوع المد في كل كلمة من دول يا اصحابي؟ طبعا كلمة عصفور، عصفور حرف الواو قبليه حرف الفاء
ولو لاحظنا هنلاقي ان حرف الفاء بينطق عليه ضمة، فيبقى هنا ده مد بالواو. اما كلمة حصان هنلاقي ان حرف الصاد عليه فتحة قبل الالف، فيبقى هنا ده مد بالالف. اما كلمة ريشة هنلاقي ان حرف الراء بننطقه تحتيه كسرة، فيبقى حرف الياء هنا ده حرف من حروف المد، فتبقى كلمة ريشة مد بالياء. طيب هل يا أصحابي الكلمة الواحدة يكون فيها مد واحد؟ يعني هل الكلمة الواحدة يكون فيها مد بالألف بس، أو مد بالواو بس، أو مد بالياء بس؟ تعالوا مع بعض نشوف. عندي كلمة كتاكيت. كتاكيت، هل انتوا شايفين ان هنا في نوع مد واحد؟ اكيد لا، انا عندي هنا كتاكيت، عندي حرف الالف في قبليه حرف التاء عليها فتحة، فيبقى طبعا هنا ده مد بالالف، وعندي حرف الياء في قبليه حرف الكاف تحتيه كسرة، يبقى هنا عندي مد بالياء. شطار يا أصحابي، يبقى احنا كده شفنا ان في 2 مد في كلمة واحدة. طب تعالوا نشوف كلمة كمان، دي كلمة ايه يا شطار؟ ساتور. ساتور، هنا انا شايف الالف في قبلها حرف السين عليه فتحة، اكيد يبقى ده مد بالالف زي ما اتعلمنا، وشايف حرف الواو قبليه حرف الطاء عليه ضمة، يبقى أكيد مد بالواو. شطار يا أصحابي، يبقى احنا شفنا في الكلمة دي برضو إن في نوعين من أنواع المد. دلوقتي بقى أنا هديكم تدريب تحلوه انتوا مع بعضكم، وضح نوع المد في هذه الكلمة. أنا عندي هنا مجموعة من المسامير. كلمة مسامير، ايه نوع المد هنا في الكلمة دي يا أصحابي؟ هشوف بقى انتوا شطار واستفدتوا من الدرس ولا لا، وتقولولي على اجابتكم ان شاء الله المرة الجاية لما اقابلكم.